الساحرة الجميلة الفنانة مادلين تومر، مبروك على الجايزة. ميرسي، يبارك في عمرك. أماهير بتحييكي، ثانك يو. كلمينا بقى عن الجايزة. الحقيقة إنه عملوا استفتاء جماهيري في مؤسسة الحياة، وهي مدام دكتورة صافي يونس هي المسؤولة عن المؤسسة، بقى لها أكثر من 15 سنة بتعمل استفتاءات عن مسلسلات رمضان، وبشكر ربنا بإنه أماهير ألف ليلة وليلة بكل جهود زملائي والمخرج رؤوف عبد العزيز أكسبتني جائزة أحسن ممثلة عن فئة الأعمال التاريخية والفانتازيا. حضرتك كلمينا عن الدور، إيه أكتر حاجة صعبة؟ يعني الدور كان قوي، إيه أكتر حاجة صعبة قابلت حضرتك؟ والله كان كله صعب. أصعب حاجة كانت اللحظات اللي أنا بقتل فيها أو بموت حد فيها أو بنيم بنتي فيها، فكان ده يتطلب مني جهد أني أنا أصدق أني أنا بموت حد، يعني أنت لازم أنت تصدقي قبل ما الجمهور تطلبي منه يصدق، فكنت ببذل جهد وكنت بعيا، وأحيانا كان بيروح صوتي، ولو لاحظت في المشهد الأخير في الحلقة الأخيرة وأنا بنده لبنتي وهي اختفت وطلعت في السماء راح صوتي اتشرخ تماما وعييت. طب إيه، لا بنبارك لحضرتك، الدور كان قوي جدا والف الف مبروك. كلمينا بقى عن الجديد ان شاء الله. الجديد ان شاء الله هيبقى شطرنج، وده مسلسل فيه لمحه سياسيه، وانا حابه عامله شخصيه وزير، يعني ما يعادل وزير خارجيه تنوي على الشر وعايزه تخرب مصر، وهعمل الكاركتر دونت هعمل الكاركتر ان شاء الله هتشوفوه هتتخضوا، لانه عامله بمصداقية أشبه بهيلاري كلينتون، أشبه بمادلين أولبرايت بهذا الثقل. فإن شاء الله أحمد حمدي المخرج وصديقي العزيز وحبيبي هو اللي اختارني للدور، والأستاذ محمد فوزي المنتج، والسوبر ستار وفاء عامر هي المتصدرة البطولة. حضرتك كالعادة متألقة في أدوار قوية، يعني عايزين حضرتك تكلمينا إيه اللي بيجذب حضرتك في الأدوار دي؟ صعب، يجيني دور صعب أطلع فيه قدراتي. جاني دور في مسلسل مكسر الدنيا، مش هقول اسمه احتراما للمخرج لأنه حبيبي وصديقي، اعتذرت، والمسلسل طالع رقم واحد أو ثلاثة، يعني من الثلاثة الأوائل دلوقتي، بس الدور ما حبيتوش. فأنا ممثلة لازم أنبسط أنا عشان الجمهور ينبسط. حضرتك لو هتدي بقى جايزة أحسن ممثل في رمضان هتديها لمسلسل إيه؟ لا، ما تطلبيش من ممثل يدي جايزة لزميل له، يعني ده مش، بس أقدر أقول لك إني بنوه بشدة بأداء شيرين، لأني انبسطت قوي من طريقي وحبيت تامر حبيب بكتابته الرومانسية. أنا كنت عايزة أنبسط وأروق، ما عدتش قادرة أحتمل الدراما الواقعية والفيها العياط والكلام البذيء والمخدرات والدعارة وشكل المرأة الرخيص. نفسي في حاجة كده ليها عبق وريحة الفن الجميل القديم. فطريقي شيرين عبد الوهاب فاجأتني وحبيت تشالو، وده كان برضك مسلسل لبناني كان مكسر الدنيا على الأقنية اللبنانية، وكان نفس الحكاية، روقان، قصة بسيطة، حدوتة، واحد بحب واحد، ما فيش وجع دماغ وفلسفة وغيبية وغموض وأعصاب وسسبنس. تعبنا. تمام، احنا بنتمنى لحضرتك التوفيق دايما يا رب. كلمينا بقى عن النهارده انطلاق اغنيه الفنان احمد السعيد السعودي، كلمينا عن الاغنيه النهارده. اهميه احمد السعيد هو انه فكر يعمل اغنيه لحاجه كلنا فاجئتنا وفرحتنا وكبرت قلبنا، كان من زمان لازم يحصل ده، وزي ما دلوقتي حصل من أجل اليمن أتمنى يا رب يحصل من أجل لبنان، عشان ما ينفعش يفضل في لبنان ما فيش رئيس جمهورية. ويعني أقل حاجة بعملها كفنانة هي أني أدعم شخص زي أحمد السعيد بأنه عمل أغنية، وأتمنى يا رب الوطن العربي يتكاتف دايما ونوقف مع بعض ونساند بعض، لأنه الهجمة السودة قادمة وقوية. حضرتك يعني اعتبر دي دعوة للشعب العربي ان هو يتحد؟ طبعا طبعا، احنا عرفنا ننجح في مرحلة ما باتخاذ قرار موحد، تاني يوم نجحنا وعملنا كذا خبطة لأيدي الشر، ونقدر ننجح في أماكن وفي دول عربية تانية. أخيرا حضرتك توجهي رسالة للفنان أحمد السعيد.
اقول لاحمد السعيد احسنت في انتقاء هذه الاغنيه اللي هي بتعبر عن الوضع. ده ذكاء يعني من الفريق العامل بتاعه انه يحضروا له اغنيه زي دي، واتمنى انه فيما بعد يتوفق، لانه صوته حلو قوي، يتوفق ان شاء الله بالبوم غنائي فني يسعدنا ويفرحنا ويخفف عندنا الهم والغم. حضرتك فنانه، ميرسي لحضرتك جدا، ميرسي.